سجل ولا ايه؟ اه يا عم قد كده نبدأ يا حضرات. احنا هنلم الكلام اللي فات على بعضيه بدون تفصيلات، لان ده كان شغل كذا ساعة فمستحيل لكن هنقول هنحاول نلخص تلخيص. نعم والله العظيم ثلاثة شغال. نعم حاضر. اللي احنا مرينا بيه لغايه دلوقتي، بدأنا الكلام عن تعريف علم النفس، وقلنا ما شاء الله عليك كويس، اول مره اعرف ان في الكليه هنا فريد. وقلنا انه علم النفس هو الدراسه العلميه لسلوك الانسان والحيوان. وقفنا عند كل مصطلح من هذه المصطلحات. قلنا الدراسه العلميه هي الدراسه القائمه على الملاحظه، قائمه على التجربه الموضوعيه، استخدم القياس الى اخره. قلنا بالسلوك، حددنا السلوك مجموع الاستجابات التي تصدر عن الفرد كرد فعل للمثيرات المختلفة التي يواجهها. وقلنا ان السلوك ده له مجموعة من الخصائص، منها انه السلوك مدفوع بدافع، له دافع بيحركه باستمرار، وانه السلوك ايضا يسعى نحو تحقيق هدف معين. يسعى نحو تحقيق هدف معين، وانه يرجع الى عديد من العوامل، مجموعة كبيرة من العوامل، وانه السلوك له وجهة وله شدة، وفي نفس الوقت له درجة معينة من الدقة، وأن السلوك مركزي التنظيم، بمعنى أنه يبدأ من ذات الفرد ويرجع تاني إلى ذات الفرد. بعد كده قلنا السلوك ده يظهر في مجالات مختلفة أو مجالات متعددة، وبناء عليه تعددت مجالات الدراسة في علم النفس ما بين مجالات نظرية ومجالات تطبيقية. المجالات النظرية التي تسعى إلى الوصول إلى المبادئ والقواعد والقوانين التي تحكم السلوك، التطبيقية تسعى إلى الإفادة التطبيقية، الإفادة التطبيقية من النتائج دي في مجالات الحياة المختلفة، في الحرب، في الصناعة، في التربية، في المرض، في العلاج النفسي وما إلى هذا. من المجالات النظرية
اللي احنا مرينا بيها، علم النفس العام، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الفسيولوجي، سيكولوجية التعلم، علم النفس المقارن وما إلى هذا. من المجالات التطبيقية أشرنا إلى علم النفس الصناعي، علم النفس الحربي، وعلم النفس التربوي. ووقفنا عند علم النفس التربوي باعتبار أن ده المحور الأساسي لشغلنا، فوقفنا عنده فترة طويلة نسبية. قلنا بقى علم النفس التربوي هدفه إيه؟ يعني ما الهدف الذي يسعى إليه علم النفس التربوي؟ يسعى إلى تحقيق أقصى درجات النمو للمتعلمين، يعني المتعلم ده يصل إلى أقصى درجة من درجات النمو. طيب عشان يصل إلى أقصى درجة من درجات النمو يبقى لابد أن احنا نكون عارفين خصائصه النمائية، فعشان كده علم النفس النمو بيدخل ضمن علم النفس التربوي. لازم نكون عارفين كمان العوامل الاجتماعية اللي انشأناها أنها تؤثر على الأداء، دخل علم النفس الاجتماعي. لازم نكون عارفين الأصول للصحة النفسية العامة، دخلت، وهكذا. كل ده من أجل تحقيق أقصى درجة من درجات النمو المتكامل للمتعلم. سألنا نفسنا سؤال، مين بيستفيد من علم النفس التربوي؟ لقينا أنه أول واحد بيستفيد المعلم. ليه؟ لأنه بيساعده على أن يقدم تفسيراً علمياً للمواقف التي يمر بها، بمعنى أنه لا يعتمد على فكره القديم أو على الأسلوب القديم اللي اتعلم به في أنه يفسر المواقف التعليمية. ودي حاجة نسميها الفولكلور التربوي، أنه الاعتماد على الفولكلور التربوي. لا، أن نفس التربوي بيساعدنا على أن احنا نفكر بطريقة جديدة وبطريقة علمية. والله انتوا لو جيتوا كده هي افضل، الا الجماعه اللي خايفين على الشمس احسن تهرب، مخليين بالهم منها يعني. ف النفس التربوي اذن يساعد على ان المعلم يفسر المواقف تفسيرا علميا، تفسيرا علميا. ان النفس التربوي ايضا بيساعد الإدارة، علشان مثلا تعمل إيه في توزيع الأولاد؟ توزيع متجانس ولا توزيع غير متجانس؟ إيه اللي تعمله عشان توفر مناخا تربويا مناسبا؟ لأنه المعلمين لهم أنماط مختلفة، كل معلم له نمط على فكرة مختلف عن الآخر، وبالتالي إزاي توفر المناخ النفسي الذي يكون مواتيا بالنسبه لعمليات التعلم. الاداره المدرسيه هي المسؤوله عن تدريب المعلمين، فكانه ان النفس التربوي بيساعد الاداره المدرسيه في هذا الصف. بيساعد مين كمان؟ المناهج وطرق التدريس. ازاي؟ انه هو نفسه اللي بيحدد للمعلم لوضع المنهج الشروط، يعني بيقول له أدي خصائص نمو الأولاد بتوعك، وبالتالي مادام دي خصائصهم إذن يراعى كذا، يحدد الشروط الأتية في التأليف، إنه يحدد أيضا للمؤلف طرق التدريس المختلفة اللي من الممكن إن هو يستخدمها. وذلك لو تبصوا كده في كل الكتب هتلاقوا إنه بيجي في الأول كل درس دلوقتي يحدد لك أهداف، شوية أهداف، وبعدين يجيب لك الدرس، وبعدين يجيب أسئلة على الإيه؟ على الدرس، وبعدين في آخر الكتاب يجيب أنشطة، وبعدين مع الأنشطة يقول لك أنشطة إثرائية. أنتوا عارفين أنشطة إثرائية لإيه؟ لمين الأول؟ للطلاب؟ آه مظبوط، المتفوقين. أنشطة إثرائية توضع للطلاب المتفوقين، مش للطالب اللي بيخلص اللي بيخلص، لا لا، الطلاب المتفائقين هم اللي الأنشطة الإثرائية دي توضع. فكأنه علم النفس التربوي في الحالة دي زي ما شفنا بيفيد المعلم، يفيد الإدارة، يفيد وضع المنهج،
ومتخصص طول التدريس. بيفيد ولي الأمر كمان. ليه؟ لأنه بيحدد له كيفية التعامل مع الأبناء وكيفية التعاون مع المدرسة، بحيث أنه يكون الناتج إيه؟ طبعاً نمو التلميذ إلى أقصى درجة من درجات النمو. إذا كان حد يفهم في البتاع ده، بحيث بدل ما هو عمال لي الصوت يطلع وينزل كده، ما حدش هو دي. ربنا ماشي يا خير. ده بالضبط اللي احنا مرينا بيه لغاية النهاردة، من أول ما بدأنا لغاية النهاردة. عايزين بقى النهاردة نسأل نفسنا سؤال: ما هو التعلم؟ إيه هو التعلم؟ إيه رأيكم انتم؟ عشان في البعض بدأ ينام. ما هو التعلم يا سادة يا فاضل؟ اكتساب مهارة، انتقال خبرات من المعلم إلى متعلم، اكتساب معارف جديدة، تغيير في السلوك. كويس. طبعا باستثناء التعريف بتاع تغيير السلوك، كل الكلام اللي حضرتك قلتوه هو التعلم في صورته التقليديه. الصوره التقليديه القائمه على ايه؟ الحفظ والتسميع، وبالتالي لابد من تلقين التلميذ لمعلومات ونقل المعلومات ونقل الخبرات. انما التعلم في جوهره هو تغير. تغير ازاي يعني؟ ما هو انتقال من حاله الى اخرى، من ما بيعرفش يقرا الى بيعرف يقرا، ما بيعرفش يكتب الى انه بيعرف يكتب، ما بيعرفش يحسب الى انه بيحسب. يبقى فينا ايه؟ تغير. التغير ده خاصيته انه تغير شبه دائم. شبه دائم. الله، يعني ايه بقى شبه دائم؟ شوف حضرتك طريقتك في الكتابه اول ما دخلت المدرسه وطريقتك في الكتابه دلوقتي، لان في تغير، في تغير واخد شكل التحسن. كمان حاجه ثانيه، بعض الخبرات اللي احنا بنتعلمها بننساها، فبالتالي عرضه للازاله. يعني معنى كده ان التغير ده شبه دائم. الله، هو في تغير دائم؟ في. مثلا ان الولد يتعلم الحبو، ومن الحبو الى المشي، ده تغير شبه دائم ولا دائم؟ دائم. يا هو يعني الاخ كان نايم خالص. ده تغير دائم. ليه؟ لان اللي بيمشي ما بيرجعش يسحب، فهو تغير دائم لدى الفرد. كويس خالص. طبعا ده يختلف عن انه ايه، طريقته في الكتابه اتغيرت، طريقته في الحساب اتغيرت، انه في الحل اتغيرت، لانها تتغير بمعنى ان هي تتحسن او تتدهور. يعني ادي اول حاجه. طبعا التغيرات، بالمناسبه التغيرات الدائمه ترجع في الاساس الى البنيه الفسيولوجيه للفرد والعوامل الوراثيه اساسا. انما التغيرات شبه دائمه هنشوف ترجع الى الاثنين. لكن احنا عندنا نوع ثالث من التغيرات. لما الواحد يبقى تعبان ما بيعرفش يفكر، لما بيكون واخد دواء برضه ما بيعرفش يفكر، خلاص. في حاله المرض برضه في تغير، بس التغير ده بقى ايه؟ خاصيته ايه؟ مؤقت او عارض. مؤقت او عارض. مؤقت او عارض يعني يزول بزوال المؤثر. انما تغيرات التعلم لا تزول بزوال المؤثر. التغير شبه الدائم يختلف عن التغير الدائم. الديمومه هنا لانها اساسها فسيولوجي، اساسها بيولوجي، اساسها عضو، ترجع اساسا للوراثه. انما وتختلف عن التغيرات العارضه التي تزول بزوال المؤثر. إذا فتغير شبه دائم. ليه شبه دائم؟ لأنه ممكن يتحسن وممكن إن احنا ننساه.
أو يضيع مننا. بس هل كل تعلم مرتبط بعملية التحسن من الناحية الاجتماعية؟ إيه رأيكم؟ التحسن اجتماعياً؟ طب ما الحرامي بيعلم ابنه، الحرامي بيعلم ابنه، ايه رايك؟ الله، يعني معنى كده ان التحسن، خلي بال حضرتك، تحسن في الاداء مش تحسن بالمعنى الاجتماعي، ده انا عايز اوصله، مش تحسن بالمعنى الاجتماعي، لانه ايه؟ تحسن بالمعنى الاجتماعي يبقى الحرامي لما بيعلم ابنه نسميه ايه بقى؟ هو بيعلمه مظاهر سلوكيه معينه، اداءات سلوكيه معينه، ده تحسننا بالمعنى الاجتماعي، وبالتالي نقيضه بقى اللي هو ايه؟ اللا تحسن او التدهور او التخلف او الانحطاط او الى اخره. فكان التعلم تغير شبه دائم، لان فيه تحسن بس بين قوسين، ليس تحسنا بالمعنى الاجتماعي، انما تحسن في شكل الاداء، وانه يختلف عن التحسن العارض او اسف التغير العارض اللي يرجع للتعب، يرجع للمرض، يرجع الى سؤالنا بقى الثاني، عايزين برضو نفكر نفسنا، هل نرى التعلم؟ ايه رايكم؟ احنا بنرى اثار التعلم، مظبوط، احنا ما بنشوفش التعلم، انما بنشوف ان الولد قدر يجمع او قدر يقرا. الله، يبقى معنى كده ايه؟ ان التعلم لا يدرك مباشره بل يستدل عليه. تاني، لا يدرك مباشره بل يستدل عليه. ده اللي خلى العلماء يقولوا ايه؟ ان التعلم تكوين فرضي بالضبط، تكوين فرضي. يعني ايه تكوين؟ يعني مفهوم. طيب يعني ايه مفهوم؟ خلي بال حضرتك، انا لما بقول كرسي اشير الى شيء معين ولا الى فئه من الاشياء؟ لا، فئه من الاشياء تجمع بينها خصائص مشتركه. بأشير إلى كرسي ده، الكرسي اللي له مسند، كرسي الهزاز، الكرسي اللي بأربع رجول، كرسي بثلاث رجول، كرسي بعجل، كرسي من غير عجل، كرسي مطبخ، كرسي حمام. إنما إيه اللي بيحصل بقى؟ تجمع بينها خصائص مشتركة. الخصائص المشتركة دي استخدامها في الجلوس، استخدامها في الصعود. لا، فالمفهوم يشير دائما الى مجموعه، والمجموعه دي تجمع بينها خصائص مشتركه. اذن لما قلت تكوين فرضي يبقى كانه التعلم عباره عن مفهوم يشير الى بعض الاثار او النتائج، زي ما هنشوف دلوقتي، بعض الاثار او النتائج. فرضي ليه؟ لان احنا اللي بنفترض وجوده، احنا اللي بنفترض وجوده وفرضناه على هذه الآثار وهذه النتائج. طيب ايه بقى هي الآثار والنتائج دي اللي انتوا عمالين تتكلموا عنها؟ مش احنا سبق قلنا ان التعلم، ان علم النفس بيدرس السلوك، وقلنا ان السلوك ده له ثلاث جوانب، جانب معرفي، جانب وجداني، وجانب حركي. الله، يبقى الآثار والنتائج دي ممكن تكون معرفية، وجدانية، حركية. طيب معرفية زي إيه؟ تعلم طريقة تفكير، تعلم مجموعة مفاهيم، طريقة معينة لحل المشكلات إلى آخره. طيب ده المعرفي. أمال الوجداني؟ زي اكتساب الاتجاهات، لأننا بنكتسب اتجاهات طول عمر حياتنا، احنا هتلاقي ان احنا بنكتسب مجموعة من الاتجاهات، تظل نكتسب اتجاهات لغاية الشباب، في عند مرحلة الشباب الاتجاهات بتبتدي تقاوم التغيير، لما في 40 و45 خلاص
تثبت وتجمد الاتجاهات. وذلك يوصف كبار السن دائما بانهم محافظين. محافظين يعني ايه؟ يعني معناها ان لهم اتجاهات جامده، اتجاهات ما بتتغيرش. وذلك دائما العيل يقول لابوه انت راجل او تقليديين، ده بيقول لك ايه؟ ان في اتجاهات عند الاباء ثبتت بحكم الفتره الزمنيه. فكانه لما نقول اثار او نتائج، ده لقينا اثار معرفيه، لقينا اثار وجدانيه زي الاتجاهات المختلفه، اثار حركيه زي ايه؟ زي تعلم ركوب الدراجه، تعلم انه يسوق حمار، انه يتعلم انه يمسك البرجل، يمسك البرجل ويعمل دايره، ده كلها اثار او نتائج. فكانوا لما بنقول ان التعلم تكوين فرضي، يعني مفهوم افترضه العلماء لتفسير عديد من الاثار، وبين قوسين الاثار المعرفيه، الاثار الوجدانيه، الاثار الحركيه. مفهوم لغايه كده؟ عظيم جدا. طيب، هل التعلم ظاهره بشريه فقط ولا بشريه وحيوانيه؟ بشريه وحيوانيه. واعتقد الدليل على كده، شوف حيوانات السيرك بتتعلم اداء عديد من الحركات. لكن في فرق بقى بين التعلم البشري والتعلم الحيواني. ايه الفرق؟ نعم، التعلم البشري له نظريات وقواعد ومش عارف ماشي تسلم خبرات السابقين، لكن التعلم الحيواني فطري. كويس قوي، كويس قوي. يعني بمعنى انه في التعلم البشري نستفيد بالخبرات السابقه ونوظف هذه الخبرات توظيفا واعيا. توظيفا واعيا فبنسخها في ذهني خلاص وبمشي عليها. لكن التعلم الحيواني فيه خبره برضه على فكره، بس الخبره ليست بنفس الطريقه القائمه على الاستدعاء والتنظيم العقلي او المعرفي. يعني اتعلم انه لو قرب من البركه دي هيغرق فما بيروحش تاني. فهو تعلم ايه بقى في هذه الحالة؟ في خبرة سابقة، بس مرتبط بإيه؟ ردود فعل منعكسة. هنعرف الكلمة دي دلوقتي، بحيث أنها تبقى عابرة، وبالتالي استفدت بالخبرة بتبقى إيه؟ أحياناً ضعيف. ما ننساش أن ذاكرة الإنسان تمتد إلى 20 سنة وأكثر. ذاكرة الحيوان ما تمتدش إلى هذا المدى، لا خالص. الحيوان كل الحيوانات بتتعلم على فكرة. والدليل على كده ان حتى الحيوان وحيد الخليه بيتعلم. يعني ايه بقى الحيوان وحيد الخليه بيتعلم؟ في حيوان وحيد الخليه الاميبا، كويس، علموها انها تاكل النشا، حبيبات النشا. تعرفين النشا اللي بيجي من الذره، حبيبات النشا. بعد كده لما اتعلمت حطوا مع النشا رمل، وجدوا انه الاميبا بتاخد النشا وتسيب الرمل. يعني معنى كده ايه؟ انها اتعلمت التمييز ما بين حبيبات النشا وحبيبات الرمل بناء على الرغبه الفطريه، يعني الرغبه الطبيعيه اللي موجوده عندها. فكانه زي ما في تعلم بشري فيه تعلم ايه؟ حيواني، لكن مع وجود فروق ما بين الاثنين. لما نيجي على التعلم البشري هنلاقي انه قطاعاته عريضة ومختلفة فيما عدا الفعل المنعكس البسيط. ايه بقى الفعل المنعكس البسيط؟ لو انت شفت عيل حديث الميلاد ورحت جاي منبه بطن رجله كده، هتبص تلاقيه بيفتح صوابع رجليه ويقفل. ده بيقول ايه؟
طبعا هو ما تعلمش الحكايه دي، انما ده رد فعل. رد فعل على فكره يرجع الى اساس عصبي، بيبقى النخاع الشوكي عند مستوى معين من النخاع الشوكي بيبقى اسمه ايه، الفعل المنعكس البسيط. حركه القلب عندنا فعل منعكس على فكره، فعل منعكس. حركات المعده افعال منعكسه، ضيق انسان العين واتساعه مع الضوء افعال منعكسه، وهكذا. احنا عندنا كميه كبيره جدا من الافعال الايه المنعكسه دي. الافعال المنعكسه دي احنا ما بنتعلمهاش، لكن قابله للتعديل، قابله للتعديل. يعني سيلان اللعاب فعل منعكس، هتلاقي نعرف بعد كده ان في واحد اسمه وافلوف عمل تجارب استطاع بيها انه يغير كميه سيلان اللعاب والطريقه اللي بيخرج بيها. ده معناها ايه؟ معناها ان الفعل المنعكس لا يتعلم ولكن قابل للايه؟ للتعديل والتغيير. يعني ممكن احنا نغيره، ممكن احنا. يعني يمكن الصحه النفسيه يكلموا حضراتكم عن العلاج السلوكي. يبقى دلوقتي عرفنا ايه هو التعلم، تغير شبه دائم في الاداء او السلوك نتيجه ايه بقى؟ الخبره والممارسه والتدريب، ثلاث حاجات. انتوا درستوا مع اصول التربيه الخبره التربويه. يعني ايه الخبره؟ كلمه الخبره خبره، طيب هي مواقف سابقه خدت منها خبرات، خدت منها معلومات. المعلومات هي القالب اللفظي للخبره. اقولها تاني، المعلومات هي القالب اللفظي للخبره. ايه بقى وجع القلب ده؟ عيل صغير شاف النار ولعت فراح حط ايده فيها اتلاسع، ما بيكررش تاني، فبنقول انه اكتسب ايه؟ اكتسب خبره. يعني ربط ما بين مثير واستجابه، النار واللسعه اللي خدها، ففي هنا ربط ما بين مثير واستجابه. حطيناها في قالب لفظ احنا قلنا ايه؟ اتلسع. يبقى اذا هو مش هيقرب من النار تاني لان ايه؟ هتلسع. يبقى كانه ايه؟ الخبره هي عباره عن ايه؟ ربط ما بين مثير واستجابه، نعبر عنه لفظيا في صوره قوالب لفظيه. قوالب لفظيه طبعا. بقى حضرتك، وعشان كده الجماعه بتوع اصول التربيه هيقول لك الخبره التربويه الهادفه المباشره والخبره الايه؟ العوضيه اللي تحل محل الخبرة الهادفة المباشرة. احنا بقى بنتعلم بالطريقة دي. يعني من شوية كنا بنتكلم عن التعلم وتعريفه، خلاص أصبح دخل عندنا إيه؟ في نطاق خبرتنا، وبالتالي نستطيع التعبير عنه تعبيرا إيه؟ لفظيا، ونستخدمه بعد كده قدام. الممارسة هي أداء العمل المطلوب في نفس الظروف الطبيعية. يعني إيه؟ اللي عايز يتعلم السباحة مش هيتعلم السباحة وهو نايم على السرير، لا، لازم يتعلم في حمام السباحة. فهو يمارس، يمارس الأداء المطلوب في ظل الظروف الطبيعية. يعني كأنه، وعشان كده دايما تلاقي جماعة زملائنا في أصول التربية يقول لك إيه؟ المدرسة لازم تنفتح على المجتمع، لازم تنفتح على المجتمع. يعني ايه تنفتح المجتمع؟ المجتمع ينعكس يعني داخل الايه؟ المدرسه. ده معناه ايه؟ ان احنا نمارس الاعمال او نمارس المهام اللي احنا بنعلمها للاولاد في العالم الخارجي. في العالم الخارجي، وانه بعد كده تبقى خبره من الخبرات التعليميه اللي احنا بنتعلمها. على فكره هناخد الممارسه دي كشرط من شروط التعلم بعد كده. هنتكلم عنها بقى بانواعها المختلفه. اما التدريب فهو أعلى شكل منظم من الممارسة. أعلى شكل منظم من الممارسة. يعني زي إيه؟ زي الجيش مثلا. مش الجيش فيه ممارسة؟ وفيه تدريب. والتدريب منظم.
فالتدريب هو أعلى شكل منظم من الممارسة. إذن مش ممكن يبقى فيه تعلم بدون خبرة، بدون ممارسة، بدون إيه؟ تدريب، بدون التلاتة دول. طبعاً دي هتبقى الشروط الأساسية، لكن في شروط أخرى كمان نتكلم عنها بعدين، زي النضج مثلاً. يبقى التعلم لغاية دلوقتي التغير شبه دائم في الأداء أو في السلوك نتيجة الخبرة والمران والتدريب. أفندم، الربط بين مصير واستجابة، وقلنا إنه التعلم تكوين فرضي، يعني مفهوم إحنا بنفترض وجوده عشان نفسر به مجموعة من الآثار. وقلنا إن التعلم ظاهرة بشرية وحيوانية اثنين، حتى الحيوان وحيد الخلية بيتعلم، لكن في فرق ما بين المستويين الاثنين. إنه التعلم البشري تعلم عقلاني قائم على الفهم، قائم على الإدراك، قائم على التذكر. التعلم الحيواني قائم على خبرة مباشرة، دي حاجة الذاكرة بتاعته بتبقى ضعيفة أو محدودة. قلنا طبعاً إن التعلم كمان يبقى في الجانب المعرفي، الجانب الوجداني، وفي الجانب ما فيش تعلم بدون دافع أبدا، مفيش تعلم بدون دافع. أنت إيه اللي جابك هنا النهاردة؟ الدنيا بتشتي وبرد وحاجة، يبقى إيه؟ مفيش تعلم بدون دافع. طبعا دي مشكلتنا على فكرة في المدارس، إن العيل بيبقى مش عارف هو بياخد الكلام ده ليه، لازمته إيه الكلام ده؟ مدرس لنا مش عارف ايه النهارده، ليه ما اناش فاهم، قال لي انا ما اناش عارف، زبته ايه الزفت ده الى اخره. تسمع الكلام ده كتير قوي من العيال، ده معناها انه ايه؟ هو غير مدرك، غير مدرك لوظيفيه. هو حد بس من الابطال يقفل الازاز ده، او اذا كان تفتحه على اخره، افتحه على اخره اذا كان. وبالتالي ما نقدرش نعلم حد إلا إذا توافر دافع معين لعملية التعلم. إذا كان في أي سؤال لغاية كده، واللي إحنا مرينا به لغاية دلوقتي تعريف التعلم وخصائصه، أي سؤال؟ ننقل إلى قطاع تاني، ننقل إلى حاجة تانية. كيف يقاس التعلم؟ كيف يقاس التعلم؟ في نوعين اساسيين من الدوافع، الدوافع الفطريه والدوافع الثانويه. الدوافع الفطريه زي الجوع والعطش والى اخره، الدوافع الثانويه زي ايه؟ الحاجه الى التقدير، الحاجه الى النجاح، حاجة إلى النجاح، حاجة إلى التقدير، حاجة للانتماء. وذلك العيال يحب يروح المدرسة الأول عشان بيقعدوا يلعبوا مع بعض، حاجة للانتماء. يعني معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه الطفل الصغير الدافع لديه للتعلم مرتبط بالحاجة إلى التقدير، حاجة إلى النجاح، حاجة إلى الانتماء إلى آخره. انت في ذهنك الدافع مرتبط بالهدف على فكره، وده هنتكلم عنها كمان بعد شويه. ندخل بقى على قياس التعلم. كيف يقاس التعلم؟ في مجموعه اساليب ومقاييس. اول حاجه اللي هو الإنجاز، معدل الإنجاز، إنك أنت بتقول إيه؟ قال لا ده الواد ده كان بياخد 3 من 10، لا دلوقتي بياخد 9 من 10. يبقى أنت بتقول إيه؟ أدي معدل الإنجاز، وإن معدل الإنجاز دالة
على التعلم. طبعا الانجاز الحركي بيقاس برضه، بس بيقاس بايه؟ بالسرعه. بالسرعه ده عرف يجري الميت متر بدل ما كان بيجريها في 20 ثانيه، لا ده قصدي في دقيقتين بقى دلوقتي يجريها في 20 ثانيه. يعني كانه من المقاييس بتاع التعلم معدل الانجاز السرعه، السرعه في الانجاز كمان الدقه. اللي طبعا معظمكم دخل الجيش وبالتالي اتعلم، خلي بالكم بقى اتعلم ضرب النار امتى؟ لما كان بيجيب نمر كذا في اصابه الاهداف، يعني ايه جابها في السواده او جابها بره شويه، يعني جاب درجه معينه، يبقى يعني معناها ايه؟ ان في دقه في الاداء. السلام عليكم. فكانه اذا كان معدل الانجاز احد وسائل القياس، فالسرعه احد وسائل القياس، الدقه ايضا احد وسائل قياس التعلم. في بقى حاجه تانية اسمها المهاره، المهاره في الاداء، المهاره في الاداء. حضرتك في جو النهارده كده وانت جاي ركبت مع سواق ميكروباص، فسواق ميكروباص مشي شويه الدنيا شتيت عليه، قال لك مش ماشي، خلاص انا مش ماشي. ليه يا عم الحاج؟ انا ما اقدرش اسوق في الشتاء. هو بيقول لك هنا ايه؟ نقص في المهاره. واحد تاني يقول لك لا انا هسوق وحتى لو في 100 زحمه انا هسوق. يقول لك هنا ايه؟ في مهاره. اذا المهاره والقدره على العمل تحت الضغوط. ولا تاني، مهاره والقدره على العمل تحت الضغوط. يعني انت بتتعرض لضغط، ضغط الشتاء، ضغط ازدحام الطريق، لكنه ايه؟ بيقدر انه يتخطى هذا ويشتغل. فكأنه المهاره والعمل تحت الضغوط. طبعا دي بتبان لما تجيب سباك عشان يعمل لك حاجه في البيت بقى. اذا كان لسه مبتدئ تبص تلاقي كسر لك الدنيا، وعقبال ما يركب الحنفيه تكون اذا بدات معاه العصر هناك تلحقوا الفجر حاضر، حاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا. يبقى دلوقتي للتعلم اساليب ووسائل مختلفه للقياس، اللي هي زي المعدل الانجاز، السرعه، الدقه، المهاره والقدره على العمل تحت الضغوط. هل في اساليب اخرى؟ في هنعرفها بقى مع النظريات. مع كل نظريه من النظريات هنلاقي ان في ايه؟ يقول لك اسلوب معين من اساليب القياس اللي ممكن احنا نستخدمه. اتفضل. عايزين مثال بس المهاره في الاداء بالشكل العملي. المهاره الايه؟ المهاره في الاداء تحت الظروف يعني كل يعني تحت سهله خالص. سهله خالص. حضرت المفتش جالك وطلع انت طلعت احسن واد عندك في الاسم المطول. الواد حلها زي العفريت. يبقى الولد ده على درجة عالية من المهارة ولا لا؟ والقدرة على العمل تحت الضغوط ولا لا؟ فهمت؟ عظيم. لا كويس إن احنا نسحب الكلام ده كله وندخله الفصل على فكرة. يعني هو كل ما تفكر معايا ازاي ندخل المعلومة للفصل يبقى أفضل كتير جدا، لأن ده الهدف الأساسي من المقرر الحقيقة. يبقى اللي احنا وصلنا له لغاية دلوقتي إن احنا عرفنا التعلم، إيه هو التعلم؟ وخصائص التعلم وكيفية قياس التعلم. كيف يدرس التعلم بقى؟ كيف يدرس التعلم؟ نعم، الإنجاز يا ولدي، معدل الإنجاز، السرعة والدقة والمهارة والعمل تحت الضغوط. ازاي بقى بندرس التعلم؟
هتدرسه في تاريخ التربية وجهات نظر بعض الفلاسفة في التعلم والتعليم. أفلاطون يقول لك عايز تعلم الناس دول علمهم بالطريقة الفلانية، وده طبعا عكس الجماعة بتوع سبارتا اللي كانوا مبرطعين وعاملين حرب وبيعلموا العيال بطريقة إلى آخره. ده بيقول لك إيه؟ إنه كان يدرس التعلم دراسة نظرية. يعني إيه دراسة نظرية؟ يعني واحد قاعد على كرسي عمال إيه يفكر كده ويمخخ ويدرس التعلم. لكن حاليا يدرس التعلم دراسة علمية، يدرس التعلم دراسة علمية. ما غلبنا فيه، تعال إذا كنت تعرف تصلحه يبقى كتر خير. ولا أنا والله أنت مش سامع ولا أنا. أنا تعرف في مشكلة هنا كده. أنا حرسم رسمة دلوقتي بعد على السبورة ونحاول إيه نفكر فيها سوا. في أحد العلماء اسمه ثورندايك. ثورندايك الله يكون الراجل ده كان بيدرس التعلم، فعمل ايه؟ جاب قفص. القفص له باب، الباب ده عشان يتفتح فيه رافعه لو انضغط عليها الباب يتفتح، والتاني قفص له باب، باب مقفول يتفتح عن طريق سقوط. وجاب خلي بالك بقى قط جائع، قطة جعانة، هادي القطة تطلع قطة تطلع حمار كويس جعانة، فراح اطلعها الأكل بره، هادي السمكة. فلقى القطة بتعمل ايه؟ عمالة الأول طبعاً عمالة بقى تناولة وعمالة تلف شمال وتلف يمين وتخبط في شمال وتخبط يمين مد إيديها، يعني كمية كبيرة جداً من الحركات التي ليس لها مبرر. كويس؟ لغاية ما بالصدفة ضغطت على الرافعة فانفتح الباب فطلع لحظات التانية. اتعلمت كل ما عايز تطلع تضغط على الرفعة، اتعلمت كل ما عايز تطلع تضغط على الرفعة وتطلع. بس هو الراجل رزق يروح حاططها تاني، وهكذا ترتب على كل ما انه الزمن بدأ يقل، زمن الخروج الأخطاء قل، بقى في سرعة، بقى في دقة أكثر، فبتضغط على طول على الرفعة وتروح إيه؟ طبعا. طبعاً لو تبص كده هتلاقي الموقف ده دراسة علمية قائمة على إيه؟ قائمة على تجربة هذا القفص، وقائمة على الملاحظة كمان، ويشوف القطة بتطلع هنا إيه؟ تطلع ازاي بتضغط ازاي الى اخره. ففي هنا ملاحظه قائمه على القياس انه ايه الاخطاء قد ايه، الزمن اللي كان مستغرق قد ايه، لما في الاخر الزمن بقى قد ايه، وبالتالي الاخطاء نقصت ازاي الى اخره. طبعا هحاول افسرها بس تعملوا تفسير ثاني خالص. ده نموذج لدراسه علميه لعمليات التعلم. في نماذج كتير هتلاقي بتستخدم فيها اجهزه لما نيجي نتكلم قدام، يعني كأنه الدراسة التعلم دلوقتي لم تعد دراسة نظرية تأملية، لا دي دراسة علمية قائمة على اللحظة، قائمة على التجربة، قائمة على القياس، قائمة على الموضوعية، وما بتدخلش
ما بيفسرش النتائج زي ما هو عايز، لا ده هو قدامه ارقام، وهذا الارقام هو اللي بيحاول هو ايه يفسر. مفهوم لغايه كده؟ عظيم جدا. قالوا لنا ايه بقى؟ شوفوا بقى علشان تدرسوا التعلم، تعالوا كده نحل الموقف تعلمه. ده موقف، الموقف ده كان فيه كائن اللي هو مين؟ القط. عظيم. والقط قدامها السمك، هذا هتوصل، لكن ايه الباب مقفول، هي عمالة تعمل ايه؟ محاولات، عمالة تبذل بقى استجابات ومحاولات، إيه انها تنمنم، انها تمد ايديها، ان هي تلف شمال تلف يمين تنط وتعمل الى اخره، لغاية ما بالصدفة كده وصلت الى الاستجابة الصحيحة. يعني كان الموقف بتاع اللي درسته علميا ان في كائن يسعى نحو تحقيق هدف، لكن في عائق يصدر عن الكائن مجموعه من الاستجابات، احدى الاستجابات هي الاستجابات الصحيحه. واضح كده؟ عظيم. بداوا يقولوا طيب ماذا يجب ان يتوافر في عناصر الموقف ده كله علشان يمكن دراسته؟ قال لك بالنسبة للكائن، أول حاجة بالنسبة للكائن إنه يكون عنده استعداد، يعني قادر. يعني القطة لو ما كانتش جعانة ما كانتش اتحركت، في هنا دافع، وإن هي قادرة على إنها هي تفتح الصندوق وتطلع بره. الله، يبقى كأنه الاستعداد أو القدرة من الممكن ان احنا نقسمهم الى انواع، الاستعداد او القدره العقليه، الاستعداد والقدره الحركيه، الاستعداد زي بعض، والقدره الوجدانيه. احنا بقى تعالى في الموقف بتاعنا، طلعت تلميذ انت على السبورة وقلت له حل المساله دي، إذن الكائن عندك هو التلميذ، الهدف هو إيه؟ عايز يوصل لحل المسألة، بس ما هوش عارف، فبيقول لك نجمع هذه الاستجابات، نطرح، نضرب، نقسم، لغاية يمكن ما بتصادف كده وتروح جاية إيه؟ معاه خبطة كده. التلميذ ده يجب أن يكون عقلياً قادر على حل المسألة، دي أول حاجة. إن التلميذ ده نفسه وجدانيا عنده استعداد وميل إلى إنه يشتغل وإنه يحل، إنما ما فيش استعداد يبقى خلاص. دي تبان أكتر لو كان عندك في الفصل تلميذ متخلف عقليا، بالذات الجماعة بتوع سنة أولى اللي بيدرسوا سنة أولى وتانية، يتبان معاهم أول الحقيقة، أولى وتانية وتالتة، الأولى والثانية والثالثة، إنما في رابعة بيكون العيال كبروا بقى، لأنه بيبقى عنده حوالي 12 سنة تقريبا. لا، في رابعة بيوصل 12 سنة. الأربعة، الرابعة العادية 10 سنين. بس المتخلف عقلياً يوصل سنة رابعة وهو عنده 12. فاللي بيحصل إيه؟ إنه عقلياً غير قادر على حل المسألة. فبالتالي أهو عايز أوصل للحل، بس في عائق، العائق هنا جواه. خلي بالك عائق داخلي مش عائق خارجي، عائق داخلي بالنسبة له. وبالتالي يقول لك نجمع، لا نطرح، لا نضرب، لا نقسم، لا مش عارف ايه الى اخره، حكاية هيصف خالص. فتوافر الاستعداد العقلي والوجداني والحركي شرط أساسي عشان تتم عملية التعلم في موقف التعلم. نيجي على الهدف، السمكة كانت هي الهدف، لازم التلميذ بتاعنا يعرف السمكة، يعني يعرف ان يكون له هدف،
الواد اللي انت طلعته على السبوره هدفه ايه؟ حل المساله. انما تطلعه من غير ما تقول له كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. حضرتك لما بتدرس حساب بتيجي الولد في الاخر تقول له يا ابني بص في المساله، شوف اخر كلمتين مطلوبين ايه، انت بتحدد له ايه الهدف، اذكر عدد مش عارف ايه، حط صبعك على الكلمتين دول، انت بتحدد له الهدف. فالهدف ده يجب ان يكون واضحا لدى المتعلم، لازم يكون واضح لدى المتعلم، لان عدم وضوح الهدف يؤدي الى ايه؟ عدم معرفه الطريق لبلوغه خالص. في نفس الوقت الهدف ده يجب ان يكون قابل للتحقق، قابل للتحقق، انما تدي له هدف صعب التحقق. يعني مثلا لاحظت في كتاب الحساب بتاع سنه رابعه ابتدائي اتكلم عن المستطيل وعن المربع ومساحه المستطيل ومساحه المربع وحيط المستطيل وحيط المربع، وبعدين جايب له مساله في الاخر كده يقول له ايه؟ اذا كان طول المستطيل اظن عرض المستطيل 3 سم ولا 4 سم، نفترض 4 سم، والعرض ده يساوي 1 على 3، يساوي 1 على 3 من اللي من السطح بتاعنا، اوجد المساحه. الكلام ده كلام صح في حاله واحده على فكره، هو هنا الهدف واضح على فكره، عايز المساحه، لكن هل قابله انك توصل لها ولا مش قابله انك توصل لها؟ العيل يوصل لها ولا لا؟ يوصل لها في حاله واحده. الحل انه يوصل لها لو كان فاكر يعني ايه 1 على 3، ويعني ايه نسبه 1 على 3، يعني 1 الى 3، ويعني ايه استخدام الكسور الاعتياديه. ده بتاع الكسور الاعتياديه سنه ثالثه، فكان الواد خلاص درسها سنه ثالثه ونسيها، ما كملتلوش انت معاه. وعشان كده بص للمساله دي لاحظت ان كتير قوي من العيال ما يحلوهاش الحقيقه. ده بيقول ايه؟ بيقول ان الهدف صعب بلوغه، صعب بلوغه ليه؟ لانه الاساس المبني عليه مش متوافر لدى التلميذ. فوضوح الهدف وتحديد وإمكانية بلوغه شرط أساسي، والهدف ما يبقاش صعب قوي ولا سهل قوي، لأن الهدف لو كان صعب قوي مش هيحرك العيال، سهل قوي مش هيستسر خلاص، يعني عملية إيه؟ سهلة وتنتهي العملية. فكان الكائن يتوافر لديه الاستعداد العقلي الحركي الوجداني، الهدف يكون واضح محدد يمكن بلوغه، لا هو صعب جدا ولا هو ايه سهل جدا. نيجي بقى على العائق. العائق طبعا لازم يكون معروف بالنسبه للتلميذ، وبعدين العائق ده نفسه يكون سهل انك يتغلب عليه. يعني بالنسبه للقطه هنا العائق كان القفص، كان سهل انها تفتحه بانها تضغط على الرافعه وفي امكانها، وبالتالي بنقول انه ايه؟ انه يمكن التغلب على الايه؟ العائق. اخر حاجه بقى الاستجابات، الاستجابات الصادره دي، هذه الاستجابات يجب ان لا تكون عشوائيه. نجمع نطرح نضرب نقسم نجمع نضرب عشوائيه خالص، لا لازم تكون موجهه، موجهه يعني توجه التلميذ علشان ايه؟ من واقع المساله بحيث انه يفهم بالظبط ايه المطلوب منه. موجهه وانها موجهه للناحيه الهدف كمان، يعني مش موجهه لهدف بعيد، لا لا وجهه لنفسه. وصل الى الاستجابه الصحيحه تعززها تدعمها تشجعه سقفوا له تعرف يحل المساله، لان انت شاطر اديله نجمه الى اخره، بالتالي تضمن ان الاستجابه الصحيحه ديت سيعاد تكرارها مره ثانيه. الكلام ده زي ما شفتوا مش خاص بالفيران والقطط والكلاب ده. لا لا ده في حياتنا كلنا، حياتنا كلنا خدت بالك؟ يعني لو بصيت انت لو رحت عشان تفتح باب الشقه وما لقيتش معاك المفتاح، بقت كائن وهدف وعائق، هتعمل ايه؟ هتضرب الباب برجلك، ماشي يا عم، هتقعد تصرخ على الجيران يجيبوا لك مفتاح، ماشي يا سيدي، هتعمل ايه؟ هتدور على النجار علشان ايه؟ الى اخره.
تصور بقى واحد من اول مره يتعرض للموقف ده هيعمل ايه؟ بيبتدي يتعلم بعض من الايه مقتضيات التصرف في هذا الايه. اتفهم كده يا ساده يا فاضل؟ عظيم. اي سؤال؟ نراكم بخير ان شاء الله.